ان البرنامج كله هيتدمر تماما بدون المرشد السياحي، وانا على ثقة مليون المية بما اقول. يا شركات السياحة ويا مروجي السياحة المصرية، لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا اعرفوا قيمة بلدكم مصر العزيزة. المرشد السياحي هو اللي بيقدم التاريخ. احنا مش مثلا زي تركيا او مثلا تونس سياحة طبيعية هيروح يتصور، الله دي جميلة جدا. احنا يدخل المعبد من غير مرشد يا جماعة، او من غير مثلا لو معاك جايد بوك هيروح هو والجايد بوك مع بعض. بس ايوه طبعا. طبعا احنا بنشكر الاستاذ محمد جدا على يعني ان هو فتح لنا طبعا مجالات مع الاستاذ اشرف، وطولنا عليك استاذ اشرف، وبنتمنى ان شاء الله ان احنا يعني يبقى في تعاون في الفتره اللي جايه، ويعني فاكس الاذاعه موجود، اي انشطه حضراتكم بتقوموا بيها احنا مستعدين ان احنا طبعا على الاقل حتى ننوه عنها في البرامج الاخباريه. والف الف مبروك استاذ اشرف لحضرتك ولفريق نقول بقى مجلس النقابه، ومنتظرين كتير جدا علشان حضراتكم فعلا يعني تساهموا في النهوض نقول المهنه اولا، ويعني المجتمع كله بقى يعني يتعاون كله للنهوض بقى بالسياحه بصفه عامه ان شاء الله. استاذ اشرف، تحب تختم لقائنا مع حضرتك الهاتفي ب يعني ختام معين؟ طولنا عليك. اتفضل.